محمد وآل محمد صلوات. ایک بسمی مائے مبارک نیرات نا عمال نی شروعات تھائی چھے بے رکت نماز پڑھوانی چھے درک رکات ما سورہ حمد بعد سات وقت سورہ اخلاص اتلے قل هو اللہ احد نماز ماتے اپنے ساتھ نماز پڑھسو آج جماعت نی نماز نتھی فرادا نماز چھے اتلے بدو تمہیں مارا ساتھ اچ پڑھسو انہیں تمہاری نیت پن فرادا رہ سے باقی نہ بدہ ذکر تمہیں ماری ساتھ کرسو نماز پتی جائے انہا بعد مناجات امیر المؤمنین پڑھوا ماؤ سے نماز بعد نماز نی جرور نتھی اتلے تمہیں پچھی باجو ماں آوی جا جو ایک بھی جانا باجو ماں تو جتلا بارے اوبا چھے ہی لوگوں نے جگیاں مڑے જગ્યા રાખવાની જરૂર નથી કેમકે બસ પછી કુરાનના અમાલ છે અને ઝિયારત છે એટલે નમાઝ બાદ જગ્યા વચમાં રાખવાની જરૂર નથી તમે બેસીને પછી ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા બાજુ બાજુમાં આવી ને બીજાઓને મોકો આપજો કે લોકો પણ અંદર આવી શકે નમાઝની નિયત છે હું બે રકત નમાઝ પઢું છું શબે કદરની કુરબતન ઇલાલ્લાહી તઆલા બિસ્મિલ્લાહ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده صل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله سبحان ربي الأعلى وبحمده وتصلي على محمد وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده
مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام. آئت مولاي كائنات خاص مناجاة شيء جن يدر إنسان بوتاني حقيرين وإعتراف کرے شيء أني پروردگار عالم ني عظمت نو إعتراف کرے شيء آدوانا ایک شبد اوپر دھیان رکھجو અને એ મુનાજાત અમીરુલ મુમિનીનની જવાબની મુનાજાત છે ખુદાوند તઆલા અમને તૌફીક આપે કે એ મુનાજાત ઉપર આપણે અમલ કરી શકીએ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલ્લાહુમ્મ સલ્લી આલા મુહમ્મદ اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى أنت المولى وأنت
من يرحم العبد إلا المولى. يا مولاي
أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي يا مولاي، أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق؟ مولاي يا مولاي، أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد؟ مولاي يا مولاي، أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي؟ مولاي يا مولاي، أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي يا مولاي، أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي؟ مولاي يا مولاي، أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن؟ مولاي يا مولاي، أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان؟ مولاي يا مولاي، أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل؟ مولاي يا مولاي، أنت الغفور، أنت الغفور، أنت الغفور، وأنا المذنب. مولاي
أرحم المربوبة إلا الرب. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باستغفارني تسبيح جي عظيم رات جي شب قدر میں رات جي آپ نے ایک بیجا نے معاف کریے یعنی پہلا کہ خداوند تعالیٰ پاسے تھی آپ نے پوتے معافی مانگیے خداوند تعالیٰ ہمارا گناہوں نے معاف کرے ہم نے توفیق آپ نے کہ آپ نے ایک بیجا نے معافی مانگیے سنتر وقت استغفر الله واتوب اليه تمہیں تمہاری آواز نے تمہاری پاسے نہیں رکھو ساتھے ساتھے بدہ بیگا تھے نے آپ کا استغفار سنتر وقت استغفر الله واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله واتوب اليه 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 استغفر الله واتوب إليه استغفر الله وأتوب 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 إليه استغفر الله واتوب اليه 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 استغفر الله واتوب اليه
أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه صوكت. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ساعتي برو. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه، 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام سوكت بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين
عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. قرآن مجید نے کھولی نے تمہاری سامنے رکھو، قرآن مجید نے جو پروردگار پاسے دعا کرے کہ خداوند تعالی قرآن مجید نو علم یعنی انہی اندر جو شکامن چھے خداوند تعالی انہیں توفیقا پہ کہ ہمیں اینا علوم نے حاصل کری شکیے، خداوند تعالی امن توفیقا پہ کہ ہمیں قرآن پروانے ہماری زندگی نے بسر کری شکیے، ہماری ساتھے ساتھے دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار يا الله
جيجي مؤمنين للمؤمنات تمنى دعا ما تكيدا شيء إلو كما تجرور دعا كرجو جي بيمار شيء خدا وند تعالى إلو كوني شفاء كاملة تحمل الله آمين قرآن مجید نے ماتھاؤں پر راکھی کلے ماری ساتھ دعا پڑھو قرآن نے ماتھاؤں پر راکھوں مقصد کی چھے کہ ہمیں خدا ہوندے تعالیٰ نے آجے ای کیوا مانگے چھے پروردگار ہماری زندگی آخران پرمانے کرینا چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا شہادت مولا کائنات ہے پالنے والے تجھے مشکل کشا کا واسطہ مولا تجھے حلال مشکلات کا واسطہ پالنے والے ہمیں وہ بھوڑا یاد آ رہا ہے جس کو مولا کائنات کھانا کھلایا کرتے تھے جب اس بوڑھے کے پاس امام حسن پہنچے اس بوڑھے سے پوچھا تم کس کو یاد کر کے گریا کر رہے ہو بوڑھے نے فرمایا میرا محسن تین دن سے نہیں آیا پوچھا تمہارا محسن کون ہے فرمایا میں اسے نہیں جانتا فرمایا اس کا نام جانتے ہو کہا اس کا نام نہیں معلوم کہا اس کی کوئی نشانی ہے فرمایا ہاں ایک نشانی ہے وہ جب بھی میرے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا کہتا تھا پالنے والے ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے پالنے والے تجھے زینب ام کلثوم کے بابا کا واسطہ پالنے والے تجھے کوفے کے یتیموں کا واسطہ پالنے والے تجھے حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا کے بابا کا واسطہ پالنے والے حلال مشکلات کا واسطہ ہے ہماری مشکلات کو آسان فرما پالنے والے جو بیمار ہم کو شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما
فرما بالي بالي همي نجف يشرف كي زيارة نسيب فرما بالي بالي تجي علي مرتزا كواستا ہے جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے بالي بالي تو ان کی دعاوں کو مستجاب فرما بعلي پسلیاں ٹوٹے ہوئے تھے پالنے والے تجھے اس بی بی کا واسطہ جس کی گردن پہ جس کی پشت پہ دروازہ گرایا گیا پالنے والے تجھے شہید محسن کی ماں کا واسطہ پالنے والے تجھے اس بوڑھی عورت کا واسطہ جو 18 برس کی عمر میں اپنے بابا کی قبر پہ جایا کرتی تھی اور بابا سے کہا کرتی تھی بابا بابا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا بابا آپ کے بعد فاطمہ پر ایسے مصیبتیں پڑی اگر مصیبتیں دن پہ پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے بابا کی قبر پہ بیٹھ کے کہا کرتی تھی بابا بابا میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھ پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں بابا میں اس لیے روتی ہوں کہ مجھ سے آپ کی جدائی برداشت پالنے والے تجھے زہرا کے پہلو کا واسطہ پالنے والے جو اپنی حاجات لے کر آئے ہیں حاجات کو پورا فرما بفاطمة علیہ السلام بالحسن 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 جگر کے 72 ٹکڑے تشت پہ آ گئے پالنے والے تجھے اس امام کا واسطہ جس کے جنازے کو دوبارہ گھر میں لایا گیا جس کا جنازہ تیروں سے چھلنی کیا گیا تجھے اس امام کا واسطہ جس کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا پالنے والے جنت البقیع کا روضہ بنوا دے پالنے والے جنت البقیع کو آباد کر دے پالنے والے ہمیں حسن مجتبیٰ کی زیارت نصیب فرما بالحسنی 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 بالحسن علیہ السلام بالحسینی جس کی ماں نے اپنی اولاد کو چکیاں پیس پیس
بلال جب علی اصغر کو مولا تیر کے بعد خیموں میں لے جا رہے تھے کچھ قدم خیموں کی طرف چلتے تھے پھر پلٹ کے واپس آ جاتے تھے پھر خیموں کی طرف جاتے تھے پھر مقتل کی طرف واپس آ جاتے تھے میں پوچھوں گا مولا مولا آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہیں شاید آواز آئے اصغر کو شہید دیکھنا آسان ہے مگر اصغر کی ماں رباب کے سامنے اصغر کو پیش کرنا مشکل ہے پالنے والے تجھے حسین مظلوم کا واسطہ جس نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھا پالنے والے تجھے امام حسین کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اس عالم غربت میں تمہیں جانے تو کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے تو کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے تو کیسے اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا يا غريب يا
حافظت فرما پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ نقش محمد والے محمد کے قدم پر چلے بالحسینی 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 بالحسین علیہ السلام بعلی بن الحسین بمحمد ابن علي
بعلي بن محمد بالحجة القائم 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 يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله
وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا سقما الا شفيته، ولا عيبا الا سترته، ولا رزقا الا بسطته، ولا خوفا الا امنته، ولا سوءا الا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين، واحشرنا يوم القيامة مع الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين. يا الله 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 يا كريم يا الله يا جواد يا الله يا حنان سلاحه البكاء. يا سابغ النعام، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. يا عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي
فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما أتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في السراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة إنك سميع الدعاء الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي يا الله يا الله يا الله حاجات التماس الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
بزيادة. زيارة الإمام حسين عليه السلام مخصوص شب القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر. وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا مولاي وابن مولاه ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة أبو الفضل العباس. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد نصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى
على 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن، يا صاحب الأمر والعصر والزمان، سيدي متى ترانا ونراك، سيدي متى ترانا ونراك، سيدي متى ترانا ونراك. الأمان الأمان الأمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. بركة نماز هدية زيارة إمام حسين عليه السلام قربة إلى الله. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله اپنے دس پاک منٹ میں اندر دعائیں توشنی کبھی بھی شروع کر سوں بدائیں پائیوں نے کھا درخواست ہے کہ بدائیں شرکت کرے انہیں جیتے مومنی نے آج دعائیں ہم توشنی کبھی میں پاگ لے ہوئی ورمو ہوئی تے پنی لوگوں اپنے آگر آ بھی جائیں کہ لوگوں کو ساتھیں بری شکے ان شاء اللہ حسن